يعني انت، يا اريد اقول لك حاجه بالمناسبه، حقيقه هو يسمعوني، يعني انت فعلا ابكيتيني في الجلسه، يعني هاي الاولى اللي انت عملتيها هيك جلسه شخصيه، كانت مؤثره جدا. يعني اقصد حتى عندما انت تحكيها، ما بعرف يعني حقيقه انت تحكيها باللغه الكونيه، ولهذا انا تاثرت فيها كثيرا. فانت الان، أنت هذه المرة الآن أول جلسة تشاركية معانا، يعني تمام؟ أول جلسة أحضرها لايف معاكم، إي يا عزيزتي، إي شعرت إنه تختلف عن الجلسات اللي فاتت، إنه كانت الوضوحية فيها عالية، كان فيها إحساس يعني بالأشياء المحيطة، يعني ضوء الشمس، الأرضيات اللي كنت أمشي عليها، الرخام، يعني حتى النفق الضوئي، أنفاس النفق الضوئي، هذه كلها شعرت فيها حقيقي، يعني مو زي المرات اللي فاتت. عندما عملتيها لوحدك، يعني قصدك أيوة، مو كانت زي تفرق، اي يعني كانت فيها الشخص الآن هذه الجلسة فيها طاقة عالية وضوحية. كان فيها طاقة عالية، كان فيها وضوحية، وكنت أشعر بيك أستاذ إنك موجود، يعني ما كنت أشوفك بس أشعر إنك موجود معايا في صح الجلسة، حتى لو صوتك انقطع، يعني صح حتى لو صح صوتك ما كان موجود اي بس كنت حاسة إنك موجود، إنك أنت شايف الحوار اللي بيصير بالكامل. مش بالكامل، بس هو أنا أصعد معاكم صح مرات، لأن يحدث عندي اتصالات معهم، هم يطلبون أنه أصلي، وهم مرات حتى الجلسة، يعني كلام الجلسة كأنه أشعر هم يقولون لي ماذا أقول أنا، كأنه أو عاوزين صلاة. إيه صح جدا، يعني إيه. طيب الآن أنت أيضا دخلت النفق، تمام، أو اجتزت النفق، المرة يعني كل ايه مرة كنت بالتسجيل لما أدخل الجلسة ايه كنت أتخيل أن أشوف النفق واندمج مع النفق نعم وأتناغم معه وأعدي، ايه بس كل مرة كنت لازم أروح لمركبة الأندروميدا، بعدين الأندروميدا ينقلوني على صح الكوكب قلتي لنا هذا، الأسود. ايه هذه المرة لا، هذه مجرد أني كنت أنا نجمة ضوئية، لقيت نفسي نجمة ضوئية داخل النفق، الله، ايه رائع. يعني انطلقت على طول إلى الكوكب اللي هو الأسودي، ما عديت بمرحلة الأندروميدا المرة هذه، مباشرة هناك، أي مباشرة كنت هناك، نفس المكان، نفس المبنى، نفس يعني نفس كل شيء، كل مرة كنت أشوفه. التقيت والدي الكوني، الله، أي كان موجود على مكان زي مكتب، أو مجرد قربت عند الباب حسيت أشعة الشمس وقتها، أي حسيت أرضيات المكان قريبة من شكل الرخام بس نعومة أكتر، يعني طيب فيها لمعة أكتر، من فضلك فيها ما تقولين مكتب، يعني هو بيت أم ممكن تصفين هو المكان؟ زي قصر كبير إي بس المساحات كلها مفتوحة مع بعض، ما أها فيها مفتوحة، جدران. أيوة ما إي فيها جدران. الله، بعدين إي دخلت على المكتب، أنا ماشية في المكان، المكان كبير بس أنا ماشية عارفة فين أتوجه، يعني عارفة فين لازم أروح وفين، يعني المكان بالنسبة لي ما خفت منه أو غريب، لا أنا كنت عارفة الأماكن نعم بالضبط. آمين. دخلت على المكتب لقيت والدي الكوني، كنت مجهزة نفسي إني حسأله كل الأشياء اللي كنت بفكر فيها في الأرض، أي نعم، سألتيه فسأل جزء من الأسئلة، أي سألته الأسئلة. أول شيء طلبت منه إنه يباركني، نعم يعني أنا ما كنت محضرة إني أطلب منه هذا الطلب، بس هو كان متأثر، هو كل مرة يشوفني يديني انطباع، يعني ملامح شكله كده، يعني كأنه يتأثر لما أحكي عن معاناتي في الأرض وكده، أي فطلبت منه إنه يباركني، إنه يعني بطريقة اللي هي العوائل الأسودية، يعني أكيد عندهم طريقة يمكن غير عن حقتنا، ما أعرف طبعا، يعني. هي فعلا صحيح جدا، فباركني، وضع يده على رأسي وصار جسمي كل يعني صار يعني زي ضوء لونه زي اللون الذهبي. صح، اي هذه هي الطاقة، طاقة البركات بتاعتهم بالضوء، وطاقة جدا قوية. ماذا شعرت في حينها؟ شعرت انه ضوء بس، يعني ما حسيت
انه تفاعلات داخليه في جسمي، يعني ما حسيت هذا الشيء. اي في هذا الوقت كانت والدتي الكونيه جات وشافت الوقت هذا اللي كنا بنعمل انه الضوء الذهبي. نعم بعدين في شيء زي سائل ازرق مكان الضفيره الشمسيه، اي اول ما يعني حط اللي هو والدي على ظهري في مكان الضفيرة الشمسية نعم صار جسمي كله يشع ضوء، بس الضوء الله الضوء اللي هو اللي زي الأبيض، الضوء العادي الذهبي يعني الذهبي تقريبا لا الذهبي مع الأزرق اندمجوا صار ضوء أبيض في جسمك الآن في جسمي، بس يخرج من جسمي خلاص يشع في كل مكان، في كل أي يعني في كل يعني يعني حول جسمي بالكامل، صار يخرج من أي جسمي ويغطي جسمي بالكامل. وتريه انت يعني ترين يعني هو يخرج الضوء ويدخل اي ايوه وفي اي وقتها شعرت انه زي قيود اي اتفكت، او يعني طبعا كان في اي فعلا زي اي يعني وقتها حسيت تفاعلات في جسمي، حسيت قوية اي زي تقل في المكان الضفيرة الشمسية، زي تقل في اسفل ظهري. اي في هذا الوقت والدتي الكونية قربت مني وقالت لي أنا إنه هي كمان حتباركني، الله الله اي فحط يعني وضعت يدها على جهة القلب، اي و يعني الضوء اللي طلع ضوء بين اللون الأحمر والأورنج، يعني لون غير عن اللون الأول. اي في هذا الوقت أنا حسيت جسمي زي كأنه زي تفاعلات كذا، كأنه صار الدورة الدموية أسرع، أو نعم اي يعني أول ما خلص والدتي خلصت الضوء الأحمر ده دخل شخص من الزواحف. فقط يأتي على أيك فكري سؤال من فضلك لو تسمحي لي رجاء عندما الآن أنت تقولين والدتي أنا أسمعك يعني مثلا والدتي الكونية والدة والدي الكوني شعورك بالكلمة عميق جدا يعني هو فعلا يعني الوالد هذا هو هذا السؤال يعني عميق جدا يعني الاتصال الروحي الفكري أنه والدك جدا يعني صحيح صحيح أي هذا مدهش هذا صحيح يعني أنت منهم هو يعرفك أنت تعرفي تربيتي معهم هكذا صحيح يعني أي صحيح. زي اللي عندنا في الأرض أم أكثر لا تعتقدين؟ اللي في الأرض يعني ضعيف جدا، لا يقارن الشعور، لا يقارن أبدا، لا يقارن أكثر هناك يعني سواء في العواطف أو حتى في أي التبادل العاطفي بين الشخص العاطفي أيوه يعني مختلف عجيب تماما، عجيب عجيب مختلف تماما، عجيب اي يعني في صدق أكثر، وضوح اكثر أكثر، قوة وضوحك أكثر. أيوه بعدين إنه شفت شخص من الزواحف نعم دخل على المكتب وكان بيتكلم مع والدي، بس هو الشخص أول ما شافني أنا صار جسمي يعني زي تفاعلات داخلية كده، زي كأنه دورة دموية اتلخبطت عندي كده، اها يعني حسيت اي والشخص هذا حس إنه أنا ما كان يعني كأنه شخص غير مرحب فيني أنا شفته اها وقتها. انت ايه اي يعني بس انا ما يعني ما حس تكلمت يعني هو معاه، بهذا حس عرف هو عرف وانا ما اي تكلمت، بس داخليا كل شيء داخليا اتلخبط. تلخبط ايوه فما اعرف الكلام الحوار ايش اللي كان بينهم، بس سمعت انه والدي الكوني بيقول له انه ما في طريقة تانية غير السلام، ما في طريقة الله تانية، اي عجيبة وهو يعني خرج ذاك طيب الوقت، هو خرج. كان شكله يعني مثلا هل هو هذا الكائن من الزواحف هل هو غير يعني مؤثرات مبتسم مش مبتسم زي يعني كيف تقدرين يعني شكله يعني لونه أخضر، عنده جدية جدية هيك صرامة ممكن ما بعرف عنده ام جد شخص لا عادي عنده او جدية، عنده جدية بس هو شخص عادي، يعني شخص عادي شخص عادي ضخم بس جسمه ضخم لا والدي كوني أضخم منه بكثير، اي يعني ما كان ضخم. اي أول ما خرج من المكان أنا سألت والدي، قلت له أنا كيف
يعني رحت على الأرض. اي انت كنت محضرة هذا السؤال، قصدك أنا اعتقد. كنت أبغى أعرف كيف رحت على الأرض، اي فقال لي كانت في زي حرب أو معركة أو شيء ما أعرف، وأنا قتلت وأنا صغيرة طفلة، اي وبعدها يعني خلاص ما يعني ما كمل لي إيش صار، بس إنه أنا كنت طفلة صغيرة ومت في المعركة هذه وما لم يكمل يعني. لم يكمل. بعدين أنا أبغى أعرف طب أنا كيف رحت على الأرض. أنا برضو ما فهمت أنا كيف رحت على الأرض. اي فقال لي هو هذا الجزء ده ما أتكلم فيه، بس على طول دخل لي بعد، قال لي بعدها إنه أنت عشان هذا السبب أنت استمريتي في الأرض تعاني من الخوف. اها بعدين اي يعني التفاصيل إنه كيف صارت إيش حصل أنا ما أعرف عنها أي حاجة. اها طيب هذه من بعدين في سألت، الحرب، هو في أي كوكب قدرتي تعرفيه يعني؟ ما عرفت، بس ما هذا الكلام عرفتي. اللي قال ما أعرف. بعدين سألته طيب أنا متى حرجع على الكوكب ده، أنا ما أبغى اي أجلس في الأرض. اها فقلت له متى الوقت اللي أنا حاجي فيه، قال لي إحنا يعني قلت له متى الوقت، حرفيا متى الوقت اللي حرجع، قال لي إحنا ما ننفصل عشان نرجع، إحنا موجودين أصلا. الله 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 الله، هذا يعني ما بعرف، أنا متأثر كثيرا يعني. هو جواب ما بعرف، ممكن عادي بس في حكمة. هي كلمات مختصرة بس بس حكمة، يعني حكيمة لا وفي حكمة مشاعر للمعنى. وعاطفية جدا. يعني إنهم معك ويعرفوك ويفهموك ومتصلين معك، ممكن نقول ليلا ونهارا. الله يا عزيزتي أبكيتيني، ما بعرف أنت أبكيتيني، هو أبكاني ممكن يسمعني هو. أنا من أي كتر كل مرة أسألهم متى حرجع، لأني أنا ألاقي الأحاسيس والأمان اللي في الكوكب عندهم مختلف، فأنا أصلا جدا. ما بجلس في الأرض. أي فكل مرة أسألهم السؤال ده خلاص أي هو إداني إجابة ريحتني تماما، إنه إحنا ما انفصلنا عشان نرجع، إحنا الآن الله مع بعض. الله، يعني مرة إحنا أخرى يعني أنا أقصد هاي الكلمات عندما أقول الله، بسبب تأثري الروحي والعاطفي والفكري، وأعتقد كل اللي يسمعها يعني. اسمعوا اسمعوا اللي معانا، إحنا ما انفصلنا حتى ترجعين. هي حكمة، هاي حكمة. أنا حسيت براحة في هذه الكلمة، حسيت إنه أنا ما في يعني ما عندي الاستعجال اللي كان عندي قبل، إنه أنا متى حرجع، الله إنه الله الله. كم سنة حجلس. طيب أنا ممكن كثير أريد أفكر كذا. من فضلك لو تسمحي لي رجاء، عندي سؤال. أنت هي بعد الاتصالات، هل شعرت هناك تغيير بظروفك المادية الأرضية؟ يعني كثير ها كثير كثيرة حقيقة. كثير كثير، أيوة كثير، يعني كثير. يعني حتى كأنهم حتى هم لهم نفسيا يد أنا فيها، هم يعني شعرت أنهم لهم يد فيها؟ هم أخبروني من المرة الماضية إنه هم إيه كثير أشياء كانوا بيساعدوني ايه فيها في ظروف ايه الأرضية، بس أنا ما كان عندي وعي. الآن أنا عندي وعي لها، ايه أساسا الآن حتى نفسيا عاطفيا ما صارت الأشياء اللي في الأرض ذات أهمية بنفس الكبر الأول، يعني صارت ما هي يعني بنفس الحجم يعني. الله الله الله. وأنا أشعر، بصي أريد أقول لك حاجة حول والدك. أنا أشعر الآن، أنا أراه، أحاول أن أراه، أحاول أن هيك يعني أتعرف عليه، أتصل معه، أنا أتصل معه. أراه شخصية حكيمة جدا أشعر فيه، وما بعرف في ذلك الكوكب أشعر فيه عنده ثقل، يعني أراه عنده ثقل، ثقل هيك وزن كبير. حكيم، يقود قائد يعني حقيقة. أي أشعر فيه. أي وأقول لك، أنت أيضا أرسلت لي رسالة أيوة أنه هم، صحيح أنت قلت هم يشكروني أنا. صحيح، أي هاي متى حدثت قصدك؟ هذه حدثت بدون جلسة يعني أي بدون أي حاجة، يعني بعد ما استأذنت منك إنه عادي إذا أنا رحت بدون جلسة وقلت لي عادي، فصرت ما عندي اي الخوف. قلتي لي أيوة تروحين. ما صار واي عندي الخوف إني أنا اي أروح على اي الكوكب.
فورا يعني اول ما اتصلت بالكوكب اللي شفت والدي كوني نفس الكلام، قال لي انه انه انت استاذ السبب انه انا عرفت ارجع لعائلتي الكونيه، الله، ايه وانه يباركك، وانه الارض تحتاج ناس يكونوا يعني زيك يساعدوا الناس اللي على الارض. ايه وكثير من الأشياء في الأرض حتتغير يعني للأحسن، حيصير كثير ناس تعرف الحقيقة ايه العوالم الكونية وتتصل بيها. يعني يعني تعتقدين يعني عائلتك كأنهم يعرفونني أو على اتصال معي ممكن؟ أو ممكن يروننا كمجموعة؟ ما هو استنتاجك؟ يعني يعرفوننا كمجموعة؟ كمجموعة ما أعرف، بس كشخص أنت يا أستاذ إيه؟ يعرفوك تماما، يعني هاي عجيبة هذه، إيه؟ هاي يعرفوك تماما، مدهشة. ويعني يعني إيه؟ يباركوا انك انت بتساعد الناس انهم يوصلوا لعوائلهم. الله الله، أنا أشكره أيضا من هاي وفي المنصة. جملة إيه؟ سألني هي انا ما فهمتها، بس انا سألتك عنها، اي انك تساعد في التهدئة في اي الارض. اي وضحت تهدئة لك في انا الارض، هذا. ايوه اي وضحت لي النقطة هذه. اي انا وقتها ما فهمتها، بس انا قلت لك هي آه. بنفس النص انه تهدئة الارض. اي آمين يا رب، آمين. طيب الآن بعدها ماذا حدث عندما استلمت هذا الجواب من عنده؟ بعدها رجعنا على الـ على الـ يعني خلاص انتهت الجلسة ورجعنا، اها هكذا يعني. سألته عن أولادي في الأرض اي هل هم من نفس العائلة، هذا سؤال مهم فأجابني هذا. اي إيوة الله، من نفس عائلة الكونية، اي بس يعني أدوارهم ما هم أولادي في كوكب الأسود. الله، هذا مدهش، عجيبة، هذه عجيبة. طيب ما هو استنتاجك يعني مثلا من عندما يقول لك هذا؟ يعني مثلا يعني ما بعرف، تستطيعين، ما بعرف يعني تحليلاتك بهذا الجواب. أنا أعتقد إنه إحنا لما بنكون على الأرض بنعمل أدوار مختلفة، اي يعني نتطور فيها، بس إنه إحنا في الأخير الأرواح هي كلها مرتبطة في بعض، بس إنه يختلف، يعني ممكن الأم تصير هي الابن والعكس، ويعني اي تختلف الأدوار. بس يعني حقيقة أنا فرحت إنه أولادي من نفس الكوكب صراحة، يعني هذا كان بالنسبة لي كأم إحساس حلو. من نفس الكوكب. لا واعتقد ممكن يكونون اقرب من نفس العيلة يعني. من نفس العالم، بس ممكن يكونون اقربائك يعني، اقصد أيوة في يعني ممكن ما يكونوا أولادي، اي اقربائك. بس يعني الخبر هذا كان بالنسبة لي مريح. اي طبعا مهم، لا مش فقط مريح، مهم جدا يعني. اي حتى تصعدون يعني عائلة واحدة، وهم يعني اقصد انتم تحت اشراف الكائنات الاسودية اللي هي عائلتكم. صحيح، اي رائع جدا 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 رائع، وفرحتينا بس أنا سألت لما حقيقة. إنه اي إحنا أو هم أولادي في الكوكب، ما رد علي نهائيا على السؤال ده، اي يعني وما حيرد علي، واضح إنه مش الآن مش جاهزة يمكن للجواب ده، أنا اللي حسيت كده. اي اها يعني أنا حسيت إنه أنا ما أسأل السؤال ده تاني مرة. اها هيك تشعرين بهذا يعني، أيوة إنه يعني بالإجابة كانت مختصرة وسريعة، وإنه وسريعة. مو جاهزة أعرف عنها شيء طيب الآن. هو عندما يجيب وينظر إليك، كيف نظراته مثلا؟ يعني ما هي هاي الحوارات، نظراته ينظر باستمرار عليك. أيوة، هيك يعني. وعشان ما في لغة حوار، إيه فالتعبيرات بالملامح هي لغة الحوار مع الفكر، آه مندمجين مع بعض. والصوت يكون جدا واضح، أقصد صوت الفكرة يعني، صوت الفكرة واضحة، أيوة جدا. الفكرة، فاللي يعني خلاها ترتبط مع اي المعنى هو تعبيرات الوجه. الله، وحتى سؤالك عندما سألتي فهو مباشرة يعرفه يعني. سؤال الأولاد، لا لا، هو الأسئلة اللي الحوار الذي يدور يعني، هو مباشرة أيوة عجيبة. اي يجاوبني عليها، بس اي التعبيرات الوجه والبادي لانجويج مو زي اللي في الأرض، مختلفة، اها محددة محددة جدا. كيف يعني قصدك محددة يعني مثلا؟ يعني تعبيراتنا إحنا في الأرض ممكن تدي احتمال الإجابة يعني
إجابة نعم، لا إجابة ثانية. ممكن، إيه أيوة فاهمك بس فاهمك، هذه ما فيها وضوحية ما... هناك. أيوة واضحة، ما في احتمالات. إيه طيب، الزمن كيف تشعرين فيه هناك؟ يعني الآن هو جالس في المكتب مثلا، الزمن صباح، نهار، عصر، أنا ماذا دائما يعطي أروح يكون الزمن؟ صباح، دائما أروح يكون نهار، ما يكون ليل. ما عمري إن أنا رحت يكون ليل. طيب، إيه نعم، إيه زي ما تفضلت الأخت قبل شوية، هي الكوكب مم. فعليا كله طبيعة أها، حدائق، وحدائق. إيه أيوة الطبيعة خلابة فعلا. آه. ضوء، حتى ضوء الشمس بارد، يعني هو بس مجرد ضوء، بس مو الحرارة اللي في الأرض، الشمس اللي إيه يعني احنا نحس فيها دائما هنا، لا مختلف تماما. إيه طيب، هل هناك أصوات أخرى مثلا؟ يعني ممكن نقول طيور معينة، أصوات كائنات أخرى تسمعها، ولا ما في هدوء؟ لا، هدوء هدوء، هدوء، سكون تماما. آه، ايوه سكون. سكون تماما. وهل هو يبدو مشغول مثلا؟ تقدرين تستنتجين هذه الاستنتاجات؟ يعني مثلا مشغول كثيرا، يفكر كثيرا، ولا ما تقدرين تستنتجين؟ إلا مشغول وفي أشياء يسووها، يعني زي قرارات وأشياء آه. بيعملوها. وأشعر أستاذ إنه أحيانا الأسئلة اللي أسألها اي بيكون بالنسبة لهم تافه، اي اي آه. يعني إنه هم عندهم أشياء أهم بكثير من الأشياء اللي أنا اعلى، بسألها. اي أيوة، اعلى، ولكن اي ما يوضحوا لي هذا، لأنه هو بالنسبة يمكن لوعي هذا السؤال كويس، يعني اي فاهمك فاهمك، صح، اي يعني بالنسبة لهم إنه اي يعني احنا بعيد عنهم في الفكر، بعيد كثير يعني. اها، عجيب، هذا عجيب، هذا اي هذا مدهش. لا بس هي السفرة مدهشة يعني، أو يعني جدا هي الحوادث مدهشة. أي طبعا، جدا. لا، أي طيب، هي بعد الجلسة تفكرين فيهم أيضا؟ يعني بعد انتهاء الجلسة نقول، تبقين هيك أنا من أول مرة التقيتهم ما انفصلوا عني أبدا أبدا، أبدا أبدا، ما انفصلوا عني، يعني طول اليوم أنا تتحدثين معاهم. معاهم. أي أحيانا أسألهم، أحيانا يعني، بس أنا ما أنفصل عنهم أبدا. أبدا. وهل عندهم إجابات؟ يعني مثلا خارج الجلسات، لما عندما تتصلين تسمعين، ممكن استشارات، أجوبة، ولا كثير كثير أسمع، آه، أيوة كثير أسمع، وتعرفين هذه منهم يعني؟ كثير أسمع، أسألهم أسئلة. أي يعني سألتهم كم عن كم حاجة، فنفس الجواب، نفس كأني في الجلسة. نفسه في الجلسة. أي صح، أي نفسه في الجلسة، صحيح. أي طيب، الآن أنت كيف تشعرين الآن بعد الجلسة؟ الآن وضعك النفسي، الروحي، الفكري، العاطفي، الآن أنت يعني بماذا الآن تفكرين مثلا الآن وإحنا نتحدث بعد الجلسة؟ الآن ماذا ترين يعني في فكرك مثلا؟ ممكن تقولي لنا؟ يعني غير اني انا كنت اتمنى ان انا من زمان اسوي الجلسه دي، يعني ما كنت اعرف عنها اصلا انه الله، في سفر كوني او إيه في، وحتى لما سمعت عنها كنت خايفه. ف اي يعني دائما احنا الخوف يعني بيسجننا في اشياء كثير او كثير بيمنعنا. كثير، اي ايوه، يعني الخوف، التردد، الشك بيحرمنا من اشياء كثير احنا ممكن نوصل لها. ف الله، اي فعلا فعلا يحدث هذا. اي يعني هذه، يعني هذه من أهم الأشياء، مو يعني من أهم الأشياء، يمكن أهم حاجة أنا ما سويتها وكنت خايفة أسويها يعني. في حياتك قصدي كلها على الأرض؟ يا اي الحياة طبعا، إيه اصلا هذه لا تقارن باي شيء بأي حاجة بأي اطلاقا، شيء، اي أو اطلاقا. وهي إيه مجرد إنها جلسة وتتعرف على عائلة كونية، بس هي تأثر الله، عاطفيا، تأثر عاطفيا، تأثر نفسيا، حتى فلسفيا، تأثر حل إيه على كل قراراتك في الارض يعني كلها، يعني ترين مصير حتى، الشخصية. عفوا لو تسمحي لي من أيوة فضلك، يعني أيوة حتى ترين حياتك الان من زوايا مختلفه، اي تريها من ظروف صارت فكرك النظرة أكبر، أكبر جدا. أوضح أي أوضح. أوضح، يعني أي يعني أول كانت نظرتنا للأمور في التفاصيل، الآن النظرة شمولية أكثر. أي نعم، أها جدا. أي وهناك حالة من الاطمئنان على، خلينا نقول، واقعك في الحياة بصورة عامة، اطمئنان، لأن تشعرين أنه أنت هناك ناس أعلى في مستويات أعلى حريصين عليك. أنا باعتقادي هذا مهم، صحيح هاي صحيح. نقطة جدا مهمة، اي هذه في غاية الأهمية. اي يعني حتى الاستعجال،
هذه الأشياء كلها الإنسان يتخلص منها مجرد إنه يتصل بعائلته، الاستعجال، الخوف، اي تتحسن كثير لأنه ما يصير التفكير محدود زي قبل لا الجلسات. اي ابدا اي. وحتى لو لديك مسؤوليات يعني، او لديك اي شيء، حيصبح اطمئنان اطمئنان لان تشاركيهم. صحيح اي صحيح وهذه كائنات اعلى ومتطورة، والاتصال يكون آنيا، وعندهم قوة روحية وفكرية وتأثيرية ايضا. اي لان هم ما يتركوك لحالك ابدا. هذا صحيح. اجمل اي هذا اجمل شيء. يعني هي برغم قوتها ويعني أفكارها أعلى مننا الكائنات هذه وكل شيء، إلا إنه هي عندها تواضع عالي، جدا يعني اي تنزل لأفكارنا حتى وإن تنزل كنا إحنا بنفكر بأفكار جدا تافهة بالنسبة لهم، بس هم اي يعني بيحاولوا إنه يوصلونا الفكرة إنه مختصرة نطمن، نكون مطمنين، دائما. هم دائما بينما هيك إذا إحنا عندهم نطمن الاختصار. اي اطمئن، يعني دائما يقولون لنا اطمئن كل شيء يعني هي حيصبح اوكي. اي صحيح يعني ممكن كلمتين بس يعني غير ان احنا نفهم نطمن، نكون مطمنين يعني بمستوى وعينا اللي احنا نفهمه. اي فعلا اي 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 فعلا اي. بس انا باعتقاد عندهم مسؤولية جدا ثقيلة، اعمق واعلى، صحيح ادارة شؤون الكواكب، وعندهم تحالفات، ويعني عميقة عميقة الامور حقيقة، مش هيك بهالسطحيات. لا اي يعني ادوارهم، عندهم ادوار كونية اقصد يعني. طبعا كون العظيم يباركك يا عزيزتي، ونصلي من أجلك، والأكوان أيضا وزعماء وزعيمات الأكوان يصلون من أجلك، ونقول مبروك حياتك الكونية يا أختي المباركة، واطمئني حياتك عظيمة تمتلئ حياتك وحياة عائلتك المقدسة بالضوء. وأيضا نصلي من أجل عائلتك الكونية، نتصل معهم وتمتلئ عائلتك الكونية، يسمعون أصواتنا، تمتلئ عائلتك الكونية. نصلي كمجموعة نحن الآن، رجاء كلنا نصلي كمجموعة من أجل هذه العائلات العظيمة، تمتلئ حياة هذه الكائنات العظيمة بالحب أكثر والخير أكثر والحكمة. ونشكرهم أنه يعني يفتحون هذه الاتصالات، ونشكرهم أنهم يفتحون هذه الفرص العظيمة، ونبني معهم حضارات سلام وأمان أبدي. آمين 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 آمين. شكرا أستاذ. يا عزيزتي، تحياتنا. كون العظيم يباركك ويحفظك.